الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية انكسار كعب الحذاء في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. انكسار كعب الحذاء في المنام والله أعلم علامة على بعض الهموم البسيطة والمتاعب التي يتعرض لها الرائي في الفترة القادمة من حياته والله أعلم. رؤية الكعب المكسور في المنام والله أعلم علامة على خسارته للكثير من الأموال والمكاسب التي كان يمتلكها والله أعلم في المنام والله أعلم. تدل رؤية تشقق كعب الحذاء في المنام دليل على ما كان يقوم به الرائي من أفعال سيئة تسببت في إزاء الناس حوله والله أعلم. الشخص الذي يرى في منامه أن كعبه انكسر وسقط على الأرض نتيجة لذلك تحذير من التعرض لخسائر في مشاريعه وخسارة التجارة الكبيرة التي كان يمتلكها والله أعلم. ضرب الرأي لشخص يعرفه على رأسه بكعب الحذاء في المنام علامة على استفادته من أفكار هذا الشخص، ويكون ذلك سبب في نجاحه والله عز وجل أعلى وأعلم. لبس الحذاء الأسود بكعب عالي في منام الفتاة العزباء يدل على اقتراب خطبتها من شخص حسن الخلق، وأنه سيكون زوج صالح لها. رؤية المرأة المتزوجة بأنها ترتدي حذاء بكعب عالي لونه أسود يدل على حصولها على فرصة عمل مناسبة، مما يجلب لها الأرباح والمكاسب الكبيرة والله أعلم. المرأة الحاملة التي ترى في منامها بأنها ترتدي حذاء ذو كعب عالي أسود إشارة على إنجابها لأنثى وسهولة عملية وضعها وإنجابها والله أعلم. في منام المرأة المطلقة والله أعلم تدل رؤية لبسها لحذاء أسود بكعب عالي دليل على زواجها من شخص يحبها وتعيش معه حياة سعيدة والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها ترتدي حذاء أبيض له كعب عالي في المنام يبشر بإنجاب أبناء صالحين وبارين بوالدهم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الفتاة العزباء التي ترى بأنها ترتدي حذاء بيج في منامها والله أعلم علامة على عدم قدرتها على اتخاذ القرارات واتصافها بالتردد والحيرة والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها ترتدي حذاء بيج في المنام تحذير من إهمال لها في أمور عائلتها مما يتسبب في خلافات زوجها في حياتها والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل يوم ليلة، فإن سورة الملك تشفع لمن قرأها كل ليلة إذا دخل القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.